حسينا أختي يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي أنني في هذه الأرض ملاقي مصرعي فاصبري فالصبر من خيم الكرام المترعي كل حي سينحي عن الأحياء حين أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا هذا الجناح لك يا جدة في هذا الطريق أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا ذا الجناح بل من الميدان خالي وويلا أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا في جليل الخطب يا أخت اصبري الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على العهد الخطيب واترك الأطمع على الخد وإعلان العويل ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانضمي واطعمي من جاع منهم ثم اروي منظومي واعلمي اني في حفظ ومطل ذمي ليتني بينهم كالانف بين الحاجبين وحسينا وويلا ايوا حسينا وويلا ذو الجناحات بل من الميدان خالي وويلا ايوا حسينا وويلا ايوا حسينا ايها المهم توقف لا تحم حول الخيام واترك الأعوان كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا بالجناح أقبل من الميدان خالي وويلا أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا مرق المهر وجيعا عليا منه العويل يخبر النسوان أن الصبط في البوغ جديد وذم المنحر جار خضب الجسم يسيل نابعا من ثغره كما تنبع أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا ذا الجناح أقبل من الميدان خالي وويلا أيوة حسينا وويلا أيوة حسينا خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجوان تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما درت أن أخاها عافرا في بطن واد ودم الأوداج منه خاضبا للمنكب أيوة حسين وويلا أيوة حسين وويلا.